نروح لان احنا بنتكلم زي النهارده والنوستالجيا اللي كلنا بنحبها زي النهارده 23 مايو لكن عام 1941 ميلاد علي حفظي. هو لاعب الاهلي في مطلع الستينيات من القرن الماضي ومن مواليد محافظه المنوفيه، لكن الجذور بتاعته يعني بتعود لصعيد مصر. بدا علي حفظي لعب الكره في شوارع القاهره والتقطته زي ما بيتقال كده اعين عبده البقال، كشاف المواهب، انضم لاشبال الاهلي، صعد الفريق الاول عام 1960 ولعب مع جيل العمالقه، بنتكلم صالح سليم، الجوهري، طه اسماعيل، الفناجيلي. بعد ثلاث سنوات بقى انشغل علي حفظي بعمله العسكري كضابط في القوات المسلحه واصبح من رموز العسكريه المصريه. كان من قيادات الجيش المصري في حرب اكتوبر المجيده وتدرج حتى اصبح قائدا لسلاح حرس الحدود ومساعدا لوزير الدفاع ثم محافظا لشمال سيناء. شارك كمان في تطوير منظومه الرياضه بالقوات المسلحه وشغل منصب عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكرة القدم، ده كان عام 1993. عندنا رموز محترمة جدا، رموز أثرت فعلا يعني، ورموز تركت وراها زي ما بيتقال كده باع كبير. فنتكلم عن علي حفظي من هذه الرموز اللي أكيد بنفتخر بها كأهلاوي. بنفس التاريخ ولكن بعدها بست سنين كاملة، يعني زي النهاردة يوم 23 مايو ولكن من عام 1947، في اليوم ده فاز الأهلي بكأس مصر بعد الفوز على النادي المصري بنتيجة 2-1، والأحرز الهدفين في هذه المباراة للنادي الأهلي كان اللاعب فؤاد صدقي. لعب الأهلي عموما مع النادي المصري 7 مرات في نهائي كأس مصر فاز بيها كلها، يعني كل المباريات اللي في النهائي اللي جمعت بين الأهلي والمصري فاز بيها الأهلي، لكن بشكل عام الأهلي لعب مع المصري 23 مرة في بطولة كأس مصر، فاز 16 مرة، اتعادل 4 مرات وخسر 3 مرات. فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 37 مرة والزمالك فاز بها 27 مرة، وكل من الاتحاد والترسانة فازوا بها 6 مرات، المقاولين العرب 3 مرات، مرتين لكل من الاسماعيلي والاولمبي وحرس الحدود وامبي، ومره واحده فقط لكل من المصري والقناه والترام. ودايما كالعاده زي ما حضراتكم سامعين كده معانا، الاهلي دايما بيتصدر كل البطولات ومن قديم الازل، مش بايدينا حاجه جديده يا جماعه، مش بايدينا، ده التاريخ وده التاريخ والحاضر وهيبقى المستقبل يعني. يا رب ان شاء الله. نروح برضو لان احنا لسه معانا تاريخ اخر، 23 مايو بس عام 1958 فاز الاهلي على الزمالك 3-1 في الدوري العام، واحرز هدفي الاهلي صالح سليم احرز هدفين، وسيد الدزوي هدف، لاعب الاهلي مع الزمالك 122 مباراه في الدوري العام، فاز في 46 مباراه، تعادل في 48، خسر في 28. فاز الاهلي على الزمالك 9 مرات بنتيجه 3-1، منها 3 مرات في كاس مصر ومرتين في الدوري العام و4 مرات في دوري القاهره. احنا بنتكلم كله بالارقام.